النهاية اليوم في العراق مثلا، عندما قام الشعب العراقي والقوات العراقية والحشد الشعبي والقوات الكردية والعشائر الشيعية والسنية وقاتلوا داعش ووقفوا داعش، هم منعوا داعش من أن تصل إلى الكويت، ومنعوا داعش من أن تصل إلى السعودية، وإلا عينها مو بس على بغداد مثل ما حكينا قبل شوي، عينها على مكة والمدينة. لذلك دعوا قاربوا موضوع العراق بطريقة مختلفة. اليوم بالعراق في عملية سياسية، رجعوا التقوا الشيعة والسنة والكراد بشكل أو بآخر، أحيانا يحصل بعض الخلل، أحيانا تحصل بعض الجرائم، بدل النفخ في الفتنة الطائفية والمذهبية في العراق من خلال فضائياتكم، دعوا ساعدوا ليضلوا العراقيين مجمعين وموحدين ليقدروا يمنعوا داعش من التمدد مجددا، وليقدروا يواجهوا داعش ويقضوا عليها، وهم يدافعون عنكم، عن عروشكم، عن نفطكم. بالعراق عملوا مقاربة مختلفة، طلعوا شوي من حقد شيعي وسني وطائفي ومطائفي،